ناشونال لوحدها دي معناها قومي او اهلي، محلي، حاجة داخل دولتك انت على مستوى دولتك. لكن كلمة انترناشونال حطيت قبلها البرفكس البداية اللي هي اسمها انتر وبعد كده كلمة ناشونال، فانترناشونال معناها دولي، حاجة ما بين الدول على مستوى العالم. اديني مثال عشان نفهم، لو قلت لك the world cup is an international event، كاس العالم ده international event، حدث دولي وحدث عالمي. لكن كلمة national دي معناها قومي. all Egyptians، كل المصريين، are happy، كانوا سعداء، about our football national team، عن فريق كرة القدم المحلي او فريق كرة القدم القومي او فريق كرة القدم الخاص بدولتنا. يبقى international دولي وعالمي، national محلي وقومي.